خصنا نعرفوا بانه كاين دابا نقاش حول الجرعه الثالثه، وهذه الجرعه الثالثه اللي تخصص الناس المسنين والناس اللي عندهم ضعف في المناعه، وكذلك حنا تنطالبوا انها ايضا تكون عند الاطر الصحيه، باسكو شفنا انه بزاف ديال الاطر الصحيه واخا تيديروا واحد المرض خفيف ماشي مستعصي الجول ديالهم، فاش يجيه المرض فتيغيب على العمل ديالو على الاقل 10 ايام، وتنعرفوا مع القله فهذا تيشكل مشكل باش يكون التواصل في العمل وباش والاستشفاء ديال المرضى وفي اتصال مع البروفيسور بارو. فعدة ممرضات تصابوا وما تيجيوش، إذن تيكون مشكل في المقابلة ديال المرضى. إذن فمن المستحسن أنه تكون جرعة ثالثة بالنسبة أيضا للأطر الصحية. الوزارة أعطت هذه جوج ديال الأسابيع الرقم للملقحين وداروا الكوفيد، فهما 0.1%، كانت قبل 0.037 ومن بعد دازت ل 0.09 ودابا 0.1%. إذن إلا حسبنا أنه 11 مليون فعندنا تقريبا 11,000 ديال الناس اللي داروا اللقاح والجرعتين بجوج، ما تنهضروش غير على جرعه واحده، الجرعتين بجوج واللي داروا المرض. ولا خدينا نفس الدراسه اللي دارت في كندا، ففي 34 مليون شخص اللي تلقحات، فالنسبه ديال الناس اللي تلقحوا داروا الكوفيد هي 0.5%، اذا تتعد بالالاف في وسط 34 مليون. وكذلك النسبة ديال الوفاة في صفوف هاد الملقحين هي صفر، هذه في كندا هي 0.002%. هاد المعلومات دابا كاينة الدراسة ديالهم في المغرب باش حنا يكون عندنا معلومات شحال من واحد اللي دار اللقاح وتوفى، وشنو هو السبب، واش كان شي مرض مثلا مرض السكري ولا مرض السمنة اللي زاد اضطر رغم اللقاح. وهذا الشيء علاش تنهضروا على جرعه ثالثه بالنسبه لهاد الناس اللي غادي يكونوا عندهم هاد المشاكل، باش نزيدوا نقووا المناعه ديالهم انهم يديروا جرعه ثالثه. اذا فعندنا دابا بالملموس بانه اللقاح تيحمي من المرض الخطير، ولهذا تنطلبوا من الناس باش يسرعوا التلقيح، ولكن كذلك تنطلبوا منهم باش يحترموا التدابير الاحترازيه باش تستابيليز هذه الحاله الوبائيه وتبدا غاديه النزله، باش ما نبقاوش لحقاش كل شيء عيا لا من الناحيه النفسيه ولا من الناحيه الاقتصاديه، وهذا هو المشكل. ولهذا خصنا الصبر لحقاش الفراج كاين، امدادات ديال اللقاح تيوصلوا، دابا راه وصلت اليوم 250 الف جرعه ديال الفايزر، وغادي توصل نهار 20 غشت مليون جرعة ديال سينوفارم، ومن بعد من المنتظر أيضا أنهم يوصلونا إمدادات أخرين ديال أسترازينيكا وديال سينوفارم وكذلك ديال فايزر. إذن فالصبر والاحترام ديال التدابير الاحترازية وتسريع بالتلقيح. بالنسبة للواحد اللي مرض ويدير غير جرعة واحدة، فاش نحنا دابا كاينين هاد التجارب، ولكن كما تنهضروا على ثلاثة ديال الجرعات فتنبغيو الواحد أنه يدير الجرعات ديالو. وحنا الكثير من الناس اللي نيت في صفوف الأطباء باش نقولوها اللي داروا المرض وداروا جوج جرعات ديالو، إذن فهذا تزيد يعطيهم حماية أكثر. ومحد الواحد مع هذا الفيروس قلت بأنه خصنا نتعلموا التواضع العلمي، باسكو كل خطرة تتبان شي حاجة جديدة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.